بسم الله الرحمن الرحيم، التقينا معكم في هذه الدورة الحاسمة وهذه الدورة الحامية، الدورة 29 بطولة القسم الوطني الأول. هو شطر الشمال، ومعنا دائما الأستاذ السي عبد السلام التونسي محلل العرائش الرياضية. الدورة كانت حامية الوطيس وعرفت بزاف المتغيرات كما أنها حسمت في النزول. معنا السي عبد السلام التونسي اللي غادي ينور الرأي العام الرياضي بكل جديد في هذه الدورة 29 بطولة القسم الوطني الأول، هو شطر الشمال كرة القدم. تفضل السي عبد السلام. بالفعل هذه الدورة جات بمجموعة النتائج التي لم تكن متوقعة، كما أنها أعلنت عن نزول فريقين إلى القسم الشرفي المقبل، إضافة إلى أن فريقين الذين كانوا يصارعون على الرتبة الأولى في هذه الدورة هذه نقدروا نقولوا هزوا يدهم وفتحوا الباب للاتحاد الاسلامي الوجدي. هذه الدوره هذه اعطت 17 اصابه في المجمل ديالها وهي ضعيفه، اعطت انتصارين من خارج الديار، اعطت هزيمه واحده داخل الديار، اعطت تعادل واحد داخل الديار. ولكن النتيجه التي حيرت هذه الدوره دوره 29 هي نتيجه شباب العرائش داخل مدينه الدار البيضاء امام فتح سباته، اللي انتهت بالفعل بانتصار فريق شباب العرائش وبامتياز بإصابة واحدة لصفر. وعلاش السي عبد السلام الضجة ديال التعادل؟ كلشي كيقول التعادل. الضجة ما بعد إن فرق ديال الديل نهضة مرتيل والنادي الرياضي القصري ما كانش عندهم حسبان إلا شباب العرائش إما تخسر ولا تعادل باش يمكن له في الدورة 30 يقدروا يواكبوا. الآن حتى حسمت النهاية ديال الفريقين العتيدين النادي الرياضي القصري ونهضة مرتيل تحكم عليهم بالنزول في دورة 29 قبل دورة 30. نعم شكرا سي يوسف بن الصديق، شكرا. كمل السي عبد السلام معك. الان غادي نعطي النتائج الكامله. نعم. لان مجموعه الاخوان سواء على الهاتف او على مجموعه المواقع اعطونا نتائج مغلوطه ونعطوها لهم بشكل رسمي على الصفحه الرياضيه. نعم. ديال العرائش. شكرا سي يوسف. فتح وسلان والنادي المكناسي انتهت بانتصار فتح وسلان باصابتين لواحده، حسنيه لازاري وجده مع الوفاء الرياضي الفاسي انتهت بثلاث اصابات لاثنين لحسنيه لازاري. نعم. النادي الرياضي القصري استاد المغربي النادي الرياضي القصري ينتصر 1-0. نعم. فتح البيضاء سباتين هزيم امام شباب العرائش 1-0. فتح الناظور ينتصر على الاتحاد تونا 3-1. نهضه مرتيل يتعادل مع نجم شباب البيضاوي بصفر لمثله. اتحاد تورقة ينهزم امام شباب محمديه 1-0. شباب مريرت يتعادل امام اتحاد الوجدي بواحد اصابه واحده في كل شبكه. نعم. الترتيب العام بعد الدور. قبل ذاك الشيء كنشكروا الاخوان ديال الصفحه الرسميه ديال فريق شباب العرائش اللي قالوا غادي يبارطاجيو هذا الفيديو هذا عندهم. كمل السعد. الان اصبح الترتيب مغاير جدا للترتيب الذي كان عليه في دوره 28. نعم. الاتحاد الاسلامي الوجدي في الصف الاول 48 نقطه، الصف الثاني نجم الشباب البيضاوي 47 نقطه، الصف الثالث استاد المغرب 46 نقطه، الصف الرابع النادي المكناسي 44 نقطه، الصف الخامس فتح الناظور 44 نقطه، الصف السادس فتح وسلان سباته 43 نقطه، الصف السابع الوفاء الفاسي الرياضي ب 41 نقطة، الصف الثامن شباب مريرت 41 نقطة، الصف التاسع اتحاد تونا 39 نقطة، الصف العاشر شباب محمدية 39 نقطة، الصف 11 حسنية لازاري وجدة 39 نقطة، الصف 12 اتحاد تورقة 32 نقطة، الصف 13 فتح البيضاء 31 نقطة، الصف 14 شباب العرائش 31 نقطة، الصف 15 النادي الرياضي القصري 27 نقطة، الصف 16 نهضة مرتيل 26 نقطة. سي عبد السلام بالنسبة للصعود شكون الأقرب للصعود للقسم الثاني؟ الآن الاتحاد الإسلامي الوجدي باعتبار أنه اللي غيدخل في المقابلة الجاية غادي يدخل اتحاد تورقة، هنا غيكون أمام الجمهور ديالو والأرض ديالو والامتياز ديالو، فهو دابا مصنف من الفرق اللي يمكن تدوز هذه السنة هذه. إذا من هنا نقولوا أن الدورة 30 مباراة القمة فيها هي اتحاد الإسلامي الوجدي واتحاد تورقة. اتحاد تورقة تصوفت. تصوفت. نعم. الاتحاد الاسلامي الجديد هو الاقرب للصعود. هو الاقرب. الهزيمه ديال الاستاد المغربي اليوم بعدته على الصعود. على التنافس يعني كما ان النادي المكناسي تا هو هزم بعد. وبعد. خلاصه القول السي عبد السلام. خلاصه القول ان الدوره 29 اعطتنا رسميا فريقين اللي غادي يغادروا بطوله القسم الوطني هو الشمال اللي هما النادي الرياضي القصري ونهضه مرتين. وللاسف الشديد ان النادي الرياضي القصري ينزلق الى قسم اخر من الاقسام اللي هي فيها فرق عاديه، ومن العار ان الفريق النادي الرياضي القصري باش يبقى يلعب مع هذه الفرق. ثم وقع واحد التحول، ماجي الديربي ديال نهار الحد
فالموسم القادم ما غنشوفوش ديربي ما بين النادي الرياضي القصري والشباب العراقي. لان الشباب العراقي يبقى مع قسم والنادي الرياضي القصري هو ذا الى قسم اخر، اي ان الديربي العرائشي والقصري انتهى امره في الدوره 29. اذا المقابله غتكون عاديه يوم الاحد المقبل، غتكون مقابله شكليه. النادي الرياضي القصري يراهن على ماذا؟ هو نزل ما بقالوش، غتكون واحد المقابله شكليه، داك الروح القتاليه اللي كنا كنتمناه، وداك النديه، داك اللمسات، داك الفرجه. نعم. وداك الجمهور الغفير اللي كان كيحضر، غنشوفوا شي جمهور، ما غنشوفوش هادشي هذا. ودابا رئيس سي عبد السلام ان فريقين من الشمال كينزلوا، هذا عار على الكره في الشمال، كان ما خصهاش توصل لهاد الرداءه، لان كان المفروض حتى شباب العرائش تهدد في عده دورات. الان الحمد لله راه فلت بالانتصار ديالو داخل مدينه الدار البيضاء، وكنتمنوا على فريق شباب العرائش باش يهيكل الاداره ديالو والمسائل ديالو اللي هبطاتو وخلاتو يلعب في الديل، يفكر فيها اكثر من وقت مضى باش ينهض الموسم القادم ويعطينا صوره مشرفه للكره في مدينه العرائش والكره في الشمال. وتاسفنا على جوج فرق من الشمال هودو، وكنبقاو ديما متاسفين خاصه النادي الرياضي القصري. شكرا سي عبد السلام، شكرا لكل الفعاليات اللي تضمنوا مع الفريق ديال شباب العرائش حتى فلت من السقوط القسم الثاني هوات. كنتمناو كما قلتي يكون دعم جديد اشاره للجمهور الرياضي العرائش انه يوم الجمعه المنصرم تقدمنا بواحد الطلب ديال التعرض ضد المقابله اللي كانت ما بين شباب العرائش وفتح الناظور، اللي انتصر فيها فتح الناظور باصابتين الوحيد. هذه المقابله لعب فيها اللاعب رقم 10 اللي سموه ربما الشرادي من فتح الناظور، ما كانش عنده الحق والاهليه باش يلعب لان عنده 4 بطاقات صفرين. نعم. تقدمنا بتعرض في الموضوع، وهذا اللاعب اليوم ما لعبش في المقابله ديال فتح الناظور واتحاد التونات، واللي كيأكد حتما بانه بالفعل هذا اللاعب هذا كان ممنوع عليه باش يلعب ضد فريق العرائشي، وتقدمنا بهذا الاعتراض زائد الاعتراض اللي قدمناه ضد الاتحاد الاسلامي الوجهي. ولا الجامعه الملكيه لكره القدم اعطتنا 3 نقاط في 3 نقاط، هي 6، ما نقدرش نقول الاحتمالات ديالي ان العرائش صوفات بشكل رسمي وانتهى الامر ديال هاد الدوره هذه. شكرا سي عبد السلام، شكرا بزاف، شكرا على التلميحات، شكرا على الوقوف ديالكم جنب الصفحه، الوقوف ديالكم والدعم ديالكم لفريق شباب العرائش. نتمنى ونتلاقاو بك في مناسبه قادمه. كنوعدوا الجمهور مور المقابله ديال الديربي الاسباني ريال مدريد وبرشلونه، غنلتقوا معاهم باش نعطوهم بصوره تحليليه لجميع المقابلات. بالنسبه للدوره 30 الدوره 29 بالنسبه للدوره 29 ونتناقشوا ان شاء الله حتى على الدوره 30 حتى هي نناقشوا المجريات ديالها ونشوف شنو الجديد اللي يمكن يكون فيها. شكرا سي عبد السلام، تحياتي، الى اللقاء.